الدريات السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معكم بجابة جيمينج. وفي الفيديو غادي نوريكم كيفاش تجمعوا النقاط ديال الروم باش انكم يمكن لكم انكم تاخذوا روم. المهم انا مع 8 الصباح يلا جمعت المهم الدراري يلا جمعت 376. المهم داكشي كي جبت هاد الدراري وان شاء الله يمكن لكم بالطريقه تجمعوا حتى 1000 نقطه. المهم داكشي وصدموا صحابكم الدراري. ما نخليكم مع الطريقه بلا ما نطول عليكم. كان معكم بجاوي. المهم الخوت الطريقه ما فيها هو انكم كتجيو هنا كديروا كلاس سكواد عاديه. المهم كلاس سكواد عاديه كديروا بعد المهم طريقه ما فيها لا قدرت اليمين بقنابل لا والو. كدوز اليميني بسيطه دغيا دغيا كدوزوها. المهم انا نوريكم كيفاش باش ندخلوا ونوريكم كيفاش. المهم الطريقه راه سهله بسيطه انكم تجمعوا رومات دغيا. المهم هما دابا دخلنا الدراري. المهم الطريقه ما فيها هو انكم كتواركوا هنا يعني بحال باش تبدلوا باغامتر صافي. من بعد كديروا الخروج كديروا حسنا صافي كتبقاو كتعاودوا حتى كتجمعوا روم دغيا الدراري. المهم بلاتي نعاودو ندخلو. المهم نوريكم بعدا واحد ثلاثة تروحو بحال هكا. المهم هما خرجوني عاوتاني عاوتاني كديروا بعد. المهم كتبقاو كتعاودوا بعد كتعاودوا ديروا اليميني بعد اليميني بحال هكا كتمشي السلسلة فهمتوا كيفاش. المهم هما عاوتاني دخلونا عاوتاني كدوزو اليميني صافي طرح كيبقى محسوب لك الراس وكديروا خروج راه باش تورك اي توركات كديروا خروج حسنا صافي كتبقاو كتوافقوا خروج حسنا خروج حسنا حتى كتاخدو روم دغيا. المهم بلاتي انا نوريكم شحال واصلين دابا حنايا. المهم انا نوريكم دابا شحال واصلين نجيو هنايا نجيو هنا. المهم بلات هانتوما 424 دغيا جمعت في اقل من نص ساعة نص ساعة دغيا جمعت 424. المهم كتبقاو هكا كديرو خروج صافي كتبقى هي كتحسب لك الراسة. المهم هانتوما كيفما كتشوفو عشان هما مدخلين عشان كديرو هادي كديرو خروج حسنا صافي هكا كتبقاو غاديين غادي. المهم باش بلا ما نطول عليكم الفيديو يجي حمض غادي نعاود نوريكم اخر طرح. المهم نتوما بقاو كتحاولوا معاه بقاو كدوزوا اليمين اليمين حتى كيتجمع لكم الرومات دغيا. ما نتوما عاوتاني كتدخلوا كلاس سكواد صافي بعد. المهم هذا اخر طرح باش نوريكم وهذه هي الطريقه باش انكم تاخذوا روم دغيا الدراري. كتبقاو كتعاودوا هذه الطريقه حتى كتاخذوا روم. المهم بقاو كتعاودوا فيها بقاو كتدخلوا كلاس سكواد كتعاودوا تيليمينو. ما كاينش لا ديك اليمينه بالقنبول لا اليمينه بالزون والو كتيليمينه عادي ما طاري والو. المهم ما ما عرفتش واش دخلنا ساهله كتعاودوا تجيو هنايا كديروا خروج حسنا صافي انت هي الطريقه سهله 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 100%. والمهم الدراري باقا كنكون وصلنا لفات الفيديو ما تنساش تخلي معاك واحد لايك سبسكرايب ما تنساش انك تاكتيفي لا كلوش. والمهم هذا الفيديو وريتكم كيفاش انكم تاخذوا تجمعوا النقاط تاع الروم باش انكم تاخذوا روم دغيا الدراري. والمهم الدراري كان معكم بجاوي نشوفكم فيديو جديد تهلاو.